كمان من بين الجلسات الحقيقه المهمه اللي كانت موجوده في المنتدى الجلسه اللي جمعت الرئيس مع وسائل الاعلام الاجنبيه اللي بتغطي المنتدى من مختلف المحطات الاجنبيه من مختلف الدول، محطات تلفزيونيه الكبرى على مستوى العالم. سالوا الرئيس اسئله وكانت ردود الحقيقه وافيه وشافيه. الرئيس اتسال على سد النهضه، موضوع سد النهضه. الرئيس اكد ان مصر عندها خط ثابت فيما يتعلق بالتعامل مع موضوع سد النهضه، وان مصر لم تتحدث باي صيغه شائكه تجاه قضيه سد النهضه منذ تولي المسؤوليه. واوضح الرئيس ان مصر بدات التعامل مع الوضع الحالي في ما يتعلق بسد النهضه من سنه 2015 من خلال الاتفاق الاطاري. شوف احنا يعني مصر دي خدت خط ثابت فيما يخص التعامل مع قضاياها بما فيها القضيه اللي انت بتتكلم فيها، وهي قضيه بجد مهمه، قضيه الميه. واحنا حرصنا من، وبرضه هقول تاني ان القضيه دي ما كانتش ممكن تصل ان يتم تنفيذها الا من خلال اتفاق لو كانت الامور في مصر مستقره في 2011. لو كانت مصر مستقره في 2011 ما كانش ده ممكن يتم الا بعد ما نتفق هيتعمل ازاي وبحجم قد ايه ومعدلات ال وكل المسائل اللي احنا بنبحثها دلوقتي كانت تبقى انتهت يعني. ولكن احنا تعاملنا مع الواقع اللي حصل وابتدينا نتحرك من 2015، والتفاصيل اللي انتم عارفينها من خلال الاتفاق الاطاري اللي تم في مارس 2015 بهذا الشان، وقلنا ان احنا هنتكلم في قضيه مهمه جدا جدا هي ملء وتشغيل السد، واذا اختلفنا ندخل يبقى في طرف رابع. ده اللي احنا استمرنا عليه السنوات اللي ماضيه. لما وجدنا ان احنا فعلا محتاجين نطور من مسار التفاوض، انتوا طبعا متابعين الشهرين ثلاثه او الشهرين اللي فاتوا والشهر القادم ده، احنا عاملين حسابنا ان 15 يناير القادم نكون توصلنا الاتفاق او نستكمل اللي هو بطرف ييسر لنا طرف رابع ييسر لنا الامر. انا عايز اقول لك حاجه انت سالتني على في ظل التصريحات اللي بتاع يعني ان صديقنا وشقيقنا في اثيوبيا قال ان هو مستعد يجند مليون. احنا مش محتاجين نعمل كده مع بعض. احنا ندور على ان احنا نبني ونعمر بلادنا، مش ان احنا نختلف او نهدد. شوف انا هقول لك حاجه ليكوا كلكوا، يعني مصر لم نتحدث ابدا باي صيغه شائكه خلال على الاقل المرحله اللي انا موجود فيها في المسؤوليه. ابدا ابدا ما نتكلمش ابدا ونتكلم على ان احنا قدراتنا ونعمل لا لا لا، احنا لازم نوجد سبيل وارضيه للتفاهم دايما وايجاد حل للمسائل بشكل رشاد بعيدا عن يعني اي شكل اخر يعني. فالامور يعني عايز اقول انها احنا ده مسارنا واحنا حريصين عليه وخياراتنا هو ده الخيار.